جزاكم الله خيرا. يكون من أسئلتي: لو ظلمني البعض من الناس وأنا لا أقدر عليهم ومع ذلك سامحتهم لله، هل شرط المسامحة أن أكون قادر عليهم؟ نعم، إن كان إن المسامحة لأنك لا تقدر عليهم هذه لا تعد مسامحة. أما إن كانت المسامحة لله سواء قدرت عليهم أو لم تقدر عليهم وإنما عفوت عنهم لأجل الله فهذا صحيح وهذا تؤجر عليه العفو عمن ظلم، الذين قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان عفوك لأجل الله فإنك تؤجر على ذلك. أما إذا كان عفوك عنهم لأنك لم تقدر عليهم ولو قدرت عليهم لم تعفو عنهم فهذا لا ينفعك، العفو إنما يكون عند المقدرة. أما العاجز فعفوه لا إذا كان من أجل عدم القدرة إنه لا ينفعه شيئا. نعم.